بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بحضراتكم والنهارده كنت طبعا في أحد المزارع اللي أنا بشرف عليها أو بتشرف بإن أنا بشرف عليها بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايف كده يعني حاجه كويسه جدا فيعني استغلينا الظروف إن احنا متواجدين هناك النهارده وعملنا الفيديو دهوت علشان بس نفرجك على الحلويات الحلوه ديًا بسم الله ما شاء الله يعني ونستغل برضه نتكلم شوية عن المعاملات اللي المفروض بنعملها دلوقتي بالنسبة للطماطم الموجودة داخل البيوت المحمية واللي هي لسه طبعا يعني على بداية الجمع بتاعها تمام او بداية الحصاد يعني فاللي حضرتك شايفه قدامك ده هو طبعا بسم الله ما شاء الله يعني الاحجام بتاعة السمار العدد آه وطبعا الحاجات دي مش جايه من فراغ لا كان لها برنامج اكيد آه كويس جدا بالنسبه للتسميد او بالنسبه للمكافحه او بالنسبه آه للري فالمهم يعني من زرع حصد انت عشان آه تطلع زي ما قلنا قبل كده عماره كويسه يبقى لازم تاسس كويس فطالما الاساس من الاول اصلا كويس بالنسبه لي الاختيار الصنف ومصدر الشتلات ومدى ان الشتلات طالعه نظيفه من المشتل ولا لا فيها مشاكل ولا لا اللي حاطط خدمه اساس كويس ماده عضويه مع ايا كان الكميه اللي انت هتحطها من السماد المعدني برنامج التسميد بتاعك ماشي صح المكافحه عندك ماشي صح اكيد الامور هتبقى معاك كويسه طيب احنا دلوقتي داخلين على شهر 12 وفي شويه حاجات المفروض ناخد بالنا منها في الظل النمو الخضري الكثيف ده يا جماعه اول حاجه قبل ما اكلمك في تسميد ولا في انا بقول لك الاضاءه الاضاءه والتهويه تمام المشروع طبعا يعني التهويه ما بتلزمناش فيه كتير لان المشروع اساسا ظروفه ان هو المشروع مبرد وبالتالي في مراوح في مراوح وبالتالي التهويه ما عندناش مشاكل فيها لان تقريبا يعني احنا بنغير الهواء الموجود داخل البيت المحمي ثلاث مرات تقريبا يعني كل دقيقتين او حاجه تمام على حسب طبعا شده المروحه اهم شيء في القصه ديت التهويه التهويه تيجي منين التهويه زي ما قلنا بالنسبه للاخوه اللي هم ما عندهمش اساسا يعني مراوح ولا ما عندهمش تهويه صناعيه فبيستعيد عنها بان هو يحاول يفتح البيوت بتاعته طبعا بدري في الايام المشمسه والأهم من ده كلته عمليه التوريق التوريق يا جماعه طالما آه، ثمرة الطماطم عندك اصبحت محببة تمام يبقى لازم يكون آه، فيه توريق كويس بالنسبة يعني الورق اللي تحت ده هو تشيله تمام النبات عندك كويس الاحجام عندك كويسه جدا تمام مفيش اي مشكله خالص فالمفروض آه، انك ايه تبدا تورق الـ 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 الطماطم بتاعتك الاوراق اللي تحت دي ملهاش لازمه تسيب ورقه آه، تحت الكلستر اللي هو آه، انت هتشيل لحد عنده يعني انت مثلا او هتورق اول كلاستر المفروض لو في 15% منه او الطماطمية مخدده مخدده يعني مخدده يعني خدها كده في حته حمره تمام فلو طالما الطماطم وصلت لمرحله التخديد يعني او دخل على ان هي تبدا تحمر فتبدا تورق ما عندكش اي مشكله خالص وحذاري ان الطماطم تكون لسه صغيره او ما اكتملتش في النمو بتاعها ما وصلتش لمرحله اكتمال النمو وحضرتك تروح تعمل لي عنتر فجله فيها وتقوم جزز الورق كله منزله عشان يعني تستوي او عشان السوق الكلام ده ما يصحش لازم العملية تكون منضبطة والقياس بتاعها يكون سليم تمام آه برضو طالما عملت توريق اكيد الاضاءة عندك هتكون كويسة لو عندك البيت مثلا في اي مشكلة من فوق ريت حضرتك تبدأ في البيت وتغسل وغسلة كويسة على بداية تغسل البلاستيك على بداية دخول الشتاء عندك تمام ولو حتى تغسل بالرَبص معاك او اي ماده صابون سائل او حاجه وتحطها على الميه وتغسل بلاستيك عندك بالموتور ما عندكش اي مشكله خالص تمام بعد كده عندنا بس <applause> طالما في تهوية كويسة عندي وطالما قصة التوريق كويسة هتحصل عندي مشكلة بالنسبة للري برضو يا جماعة الري المفروض بيختصر جدا وعلى فكرة هي مش موضة انك تروي كل يوم او بقد طالما النبات يحتاج ري يريد تبدأ تروي فيه لو النبات مش محتاج ري يريد يعني في ظل ان الجو بارد شوية الاضاءة ضعيفة الى حد ما النمو الخضر الكثيف ده هو اللي مغطي التربة اكيد الري عندك هيكون قليل فما تعكس نفسك ويعني تحط مية كتير علشان زيادة المية طبعا هيبدأ يحصل لنا مشاكل كتيرة بالنسبة للأمراض الفطرية بالنسبة للبزات الندوات يا جماعة تمام؟ أه بعد كده يا جماعه الخير يعني واحد هيقول لي طب انت دلوقتي انا مش هروي طب هسمد ازاي التسميد حاول بقدر الامكان عموما احنا وصلنا للمرحله ديت فبيبدا الكيرف او معدلات التسميد بتبدا تقل معايا على حسب اللي انا برويه لان انا وصلت دلوقتي تقريبا ممكن تقول سبعة تمانية كلاستر الوضع عندي مستقر وممتاز جدا فحضرتك في الوضع ده هو هتبدا أه تخف الري خالص والتسميد كمان طيب التسميد هتعمل ايه؟ التسميد حضرتك لو بتسمد في الايام اللي موجود فيها الري عادي في الايام اللي مفيهاش ري ياريت حضرتك تبدا ترش اسمده ورقيه تمام ياريت تبدا ترش اسمده ورقيه هتلاقي امورك كويسه خالص يعني تمام بالنسبه للاسمده الورقيه آه لو عندك بوتاسيوم سائل معندكش اي مشكله خالص آه لو آه طبعا آه لو عندك آه فوسفور برضو لان الفوسفور بيبدا يظهر عندنا مشاكل فيه كلما اتجهت القمه الناميه الى اعلى يعني ممكن يحصل اللون البنفسجي دهوت فتجيب حاجه زي الهيدروفوس او حاجه عالي فوسفور يعني وتبدا ترش يبقى عندك العالي فوسفور مع عالي بوتاسيوم ده مركب كويس جدا ممكن تبدا ترش لو عندك العقد طبعا هيحصل فوق هيحصل فيه مشكله في العقد هتجيب الاجريتون وتخلطه الاجريتون الاجريتون او النفسالين اسيتيك اسيد ده هتجيبه وهترش اللي هو الهرمون الطبيعي العادي بتاعنا ده يعني هو يعني لا يرتقى حتى الهرمون يعني عشان يحسن لك العقد كويس تمام فتبدا تجيب الحاجه دي وتبدا تحط الهرمون دهوت مع تحط الهرمون اللي هو الـ 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 الاجريتون دهوت او الاميكتون زي ما تحب بتبدا تحطه مع بوتاسيوم ومع فوسفور عالي تخلطهم مع بعض وترش بس الرش يكون على القمه الناميه او المنطقه العليا وكمان يا ريت حضرتك في الحاله دهيت ما تغسلش قوي ما تغسلش قوي يعني الرشه تكون خفيفه وخفيفه خالص كمان علشان يعني ما يحصلش ان القمه انما يحصل لها مشاكل لو انت زودت الهرمون شويه او تتوقف تمام آه بعد كده يا ريت ترش لنا رشه نحاس ودلوقتي هتقول لي اصل في تزهير التزهير مش هيعمل لك مشاكل رشه النحاس لو كانت عضويه وخصوصا في الجو البارد اللي احنا فيه دوت او الجو ابتدى يتحسن يبقى برد شويه فمش هيحصل لك اي مشكله خالص بالنسبه للنحاس تمام آه العضو بالذات هتبدا ترش رشه نحاس علشان البكتيريا اساسا ما تجيلكش علشان ما يجيلكش اي مرض بكتيري وهتبدا حضرتك ترش لنا رشه وقائيه للندوات تبدا ترش لنا رشه للندوات يعني الحاجات دهيت ده بس حبينا ان نذكر بيها والحاجه الاخيره اللي عايز اقولها برضو ما تنساش العناصر الصغرى من الرش الورقي يا ريت ما تحطهاش في الجذور اطلاقا لان في الوقت ده هو طبعا بنبقى محتاجين الرش الورقي اكتر من اي وقت تاني تمام فبتجيب عناصر صغرى ويريد تكون عليها احماض امينيه وبنرش القمم الناميه برضو بيها في رشه تانية بحيث ان النبات عندك ما يكنش من البرد او ينزل المستوى بتاعه او يتوقف النمو بتاعه آه غير كده كمان بمجرد ما يوصل السلك او قبل ما يوصل السلك يا ريت لو جمعت الكلاستر اثنين ثلاثة كلسترات من تحت يا ريت حضرتك تنزل آه من السلك لان طبعا العقد بيتحسن والنمو بيكون افضل آه طول ما النبات آه بعيد عن السلك حامل المحصول او ما وصلش للبلاستيك او الكربو الكربونايت او الغطاء يعني بتاع البيت المحمي تمام آه لكده يعني تقريبا بنبقى قلنا شوية توصيات كويسين لو حد عنده أي حاجة أو أي سؤال يسيبه في التعليقات تحت إن شاء الله برد عليكم آه شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته